بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة مع برنامج مع القرآن. في هذا البرنامج نستعرض آية من آيات القرآن الكريم، نتوقف عند أسرار إعجازها ونظم بلاغتها بما يحقق النفع لنا ولكم إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، ورمضانكم كريم ومبارك بإذن الله. نتوقف هذا اليوم بإذن الله تعالى عند آية من آيات القرآن الحكيم، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. في هذه الآية الكريمة أول ما يطالعنا فيها من بلاغة القرآن الكريم ونظمه العجيب هو قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح. هذه الواو التي جاءت في أول الآية، وهو الذي يرسل الرياح، هذه الواو واو عاطفة، عاطفة على آيات قد سبق وجملة قد سبقت في آيات سابقة، وهو قوله تعالى فيما سبق: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فلما قال هناك يغشي الليل النهار، قال هنا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الآن جاءت مجموعة من الآيات، جمل اعترضت ما بين المتعاطفين المعطوف والمعطوف عليه. هذه الجمل بماذا انتهت؟ انتهت بقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صار الكلام عن الرحمة. ما الذي يناسب الكلام عن الرحمة؟ أن يبدأ بصورة من صور الرحمة، وهو صورة نزول الماء، فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إذن لما كان الكلام عن أن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، ناسبها ذكر نوع من أنواع تلك الرحمات، وهو قوله يرسل الرياح. لماذا؟ لكي يتحقق في الأخير نزول المطر ونزول الرحمة، التي هي أي المطر رحمة من رحمات الله تعالى. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح. نحن نعلم في اللغة العربية أن هو ضمير، وهذا الضمير هنا وقع مبتدأ، خبره الاسم الموصول وهو الذي، هذا هو الخبر. الآن السؤال: لماذا تم الإخبار عن الاسم عن الضمير بالاسم الموصول وهو الذي يرسل الرياح؟ طبعا الاسم الموصول هنا أفاد أن الله سبحانه وتعالى، على الرأي الذي يقول بأن هذا التركيب يفيد الاختصاص، أنه هو الذي يرسل الرياح لا غيره، خاصة من يعتقد بأن حدوث هذه الظواهر الطبيعية إنما هي تحدث بمقتضى قانون السببية، وعند من لا يؤمن بوجود قوة فاعلة للكون وهو الله تعالى، فيتصور أن الرياح تجري وفق قوانين طبيعية، فنفى الله تعالى ذلك بأن قال: وهو الذي يرسل الرياح. وإن لم يكن هذا التركيب مفيدا للاختصاص كما هو رأي قسم من البلاغيين، يكون الغاية من هذا الإخبار هو الاهتمام بما سيأتي من ذكر الإرسال الرياح ودور هذه الرياح في تجميع السحاب وكيفية نزول الأمطار من السحاب، فتكون الغاية هي هذه الفائدة. وهو الذي يرسل الرياح. نتوقف عند كلمة يرسل. يرسل بمعنى وكأن الرياح كانت موجودة في مكان ثم يرسلها إلى مكان آخر، يعني لم، ولهذا هنا نتوقف لماذا لم يقل المولى تعالى وهو الذي يخلق الرياح وهو الذي يوجد الرياح؟ لماذا؟ هذا فيه دليل على قضية في الطبيعة تجري، وهي أيضا صورة من صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أن الرياح موجودة وإنما هي تنتقل من مكان إلى مكان آخر. فاللفظ الذي يدل على هذا الانتقال والتحول من مكان إلى مكان آخر هو الإرسال. وهنا كأنه طبعا في هذه الاستعارة كأنه شبه الرياح بشيء عاقل وهو محبوس
ثم تتم عملية إرساله، وهو الذي يرسل الرياح. الآن الرياح، نحن نلحظ أن في القرآن الكريم هنالك دقة في استعمال الألفاظ الرياح والريح. عندما نستقرئ نصوص القرآن الكريم نجد أن الرياح ذكرت مع آيات الرحمة، في حين أن الريح دائما أو في أغلب الأحوال تجري مع آيات العذاب، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فأرسلنا عليهم ريحا مصفرا إلى آخره. فإذا الرياح مع آيات الرحمة، الريح مع آيات العذاب. لكن في هذه الآية هنالك قراءتان، قراءة وهو الذي يرسل الرياح، وقراءة وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته. فهذا لا يرد اعتراضا على هذه القاعدة الأغلبية الكلية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه بقرينة بشرا، لما قال المولى بشرا بين يدي رحمته، صرفت الريح من كونها كلمة منوطة أو ملحقة بالعذاب إلى أنها للرحمة بقرينة بشرة. فإذا حافظ النص القرآني على دقة اختيار الألفاظ. الآن وهو الذي يرسل الرياح، لماذا جمع الرياح؟ في الحقيقة جمع الرياح هو أنه عملية الهواء، ليس فقط النظر إلى الريح بشكل عام، وإنما نظر إلى الهبات، فالجمع باعتبار هبات الرياح، باعتبار أن الرياح موجات تترى الواحدة والأخرى، باعتبار أفراد الرياح تم عملية جمع الرياح. إذا نظر إلى الهواء باعتبار موجاته الهوائية فقال وهو الذي يرسل الرياح. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله بشرا. لماذا قال بشرا بين يدي رحمته؟ بشرا أي تبشر. بماذا تبشر؟ تبشر بالأمطار. الآن هنا أيضا يعطي المولى تعالى وصفا للرياح، وصف العقلاء، ومثل الشخص الذي يقوم بعملية نقل البشرة، أريد أن أبشرك بالخير، أريد أن أبلغك ببشرة. فكأن الرياح هي رسالة، بشرة تبشر، وهذا ما نسميه في اللغة بالمجاز العقلي، وهو إسناد البشارة إلى الشيء الذي ليس هو فاعله الحقيقي. بشرا بين يدي رحمته، هذا التركيب بين يدي رحمته، نحن نعلم أنه عندما نقول بين يديك بمعنى أمامك، كلمة بين يديه في اللغة العربية بمعنى أمامك. الآن ماذا أراد بهذا بالأمام؟ أي أن الريح هي مقدمة لنزول الأمطار. الرياح خاصة عندما تكون باردة نقول هذه مؤذنة بسقوط الأمطار، فبين يدي رحمته فهي أمام الأمطار وقريبة منها وسابقة لها. لكن كل هذا ليس على سبيل الحقيقة، فليس هنالك يدان للرحمة بين يدي رحمته، وليس هنالك أمام حسي، وإنما هو كناية. ولهذا نقول بين يدي رحمته، في الحقيقة هذا أسلوب ذكر على سبيل الكناية، أي ذكر الملزوم وإرادة لازمه، وهو أن الرياح تكون سابقة للأمطار ومؤذنة بسقوط الأمطار. ثم لم يقل الله تعالى بين يدي الأمطار، وإنما قال بين يدي رحمته، فسمى الأمطار بالرحمة. لما هذا ما نسميه في اللغة بالمجاز المرسل، بمعنى ذكر الرحمة لأنه مسببة عن المطر، فيكون من قبيل ذكر المسبب وترك السبب، أي أن الأمطار لما كانت سببا للرحمة الله تعالى قال بين يدي رحمته ولم يقل بين يدي الأمطار. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بعد أن تكاملت هذه الصورة لإرسال الرياح ودورها بأنها مبشرة بسقوط الأمطار، أراد أن يصف المولى تعالى ما هو دور هذه الرياح مع السحاب، وكيف أن هذه السحاب تبدأ بنزول ينزل منها المطر نتيجة طبعا عملية التكثيف في طبقات الجو العالية الباردة. قال حتى إذا أقلت، نحن نعلم أن أقل الشيء، ولهذا قالوا أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، بمعنى ترفعني. حتى إذا أقلت سحابا، أي حتى إذا رفعت هذه الرياح السحاب، أين رفعته؟ رفعته إلى طبقات الجو العليا. لكن هل الرياح هي التي تقل
السحب حتى إذا أقلت. هنا أيضاً يعطي للرياح صفة العاقل. لماذا؟ لأن الفعل أقل بمعنى حمل، ولكن الفرق بين حمل وأقل أن حمل يحمل الشيء الثقيل ويحمل الشيء القليل الصغير، لكن أقل أن يحمله ويعده قليلاً، لأن من عادة الحامل أنه إذا حمل شيئاً أن يراه قليلاً. فكأن هذه الرياح عندما حملت هذه البخار الماء المتكاثف من المياه أقلته، أي حسبته قليلاً، وكأن الرياح تحس وتحسبه وتخاله وتظنه قليلاً، فيعطي صفات الحياة لهذه الرياح. وهذا هو دور الاستعارة في تشخيص الأشياء الجامدة. حتى إذا أقلت سحاباً، لم يقل سحابة، لماذا؟ لأنه السحابة الواحدة لا تكون موصوفة بالثقل، فالذي يناسب أن تكون ثقيلة إنما هي السحاب. فإذا وصفها بأنها جمعها وقال سحاباً ولم يقل سحابة حتى يصفها بالثقل، ثم قال سحاباً حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً. ثقال ليس المراد بالثقل أن وزنها ثقيل، وإنما أنها لثقلها بطيئة في عملية التنقل. حتى إذا أقلت سحاباً، ولماذا هي بطيئة في عملية التنقل؟ نظراً لكثافتها، لوجود الماء في هذا البخار الصاعد إلى طبقات الجو العليا. حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً، الآن ماذا يحدث لهذه الرياح؟ سقناه لبلد ميت. هنا ينفي القرآن دور الرياح. فإذا الله تعالى هو الذي يرسل الرياح، لكن قد يظن الإنسان ويغفل عن أن المرسل هو الله تعالى، وأن الذي يقوم بعملية السحب ونقل البخار الماء الصاعد من المياه إلى طبقات الجو العليا لكي يتكاثف أنه هو الرياح. فقال تعالى سقناه لبلد ميت، أظهر الفاعل الحقيقي، وكأن الرياح مجرد سبب ناقص إن لم تنضم له القدرة الإلهية لكي تجعل ذلك سببا حقيقيا لوصول المطر وإحياء البلاد الميتة. قال تعالى سقناه لبلد ميت. هذا الفعل سقناه ماذا يشير؟ يشير وكأن الريح تمشي وهنالك وراءها من يسوقها ويحثها على السيران. فإذا هذا ما نسميه في البلاغة بالاستعارة التمثيلية. الاستعارة التمثيلية هي تشبيه حالة مركبة، أي شبه حال الذي يسوق شيء من الدواب من الأنعام، يسوقه ويحثه على الجريان، شبه به صورة الرياح وهي تساق بأمر الله تعالى إلى البلاد الميتة. فقال سقناه لبلد ميت، ولم يقل إلى بلد، ونحن نعلم أن إلى الانتهاء الغاية، لكن لماذا أوثرت اللام بدلا من إلى؟ في الحقيقة أن اللام هنا تدل على التعليل. معنى التعليل هنا العناية الإلهية، يعني سقناه لأجل هذا البلد. فعندما يسوق الله تعالى هذه الرياح وهي محملة وقد أقلت السحاب، لماذا؟ لكمال عنايته الإلهية. فسقناه لأجل البلد، أي لعنايتنا الإلهية بهذا البلد. سقناه إلى بلد، سقناه لبلد ميت. الآن هل البلد يوصف بالموت؟ هل نقول مات البلد؟ هنا تظهر أيضا أمامنا صورة من صور التجوز، وهو أن البلد لا يموت، إنما الذي يموت هو النبات الثمرات. فإذا نسب الموت إلى البلد وأراد به موت الثمرات وموت النبات. هذا التصوير ما نسميه بالمجاز العقلي فيه مبالغة، وكأنه نتيجة موت النبات والثمرات كأن البلد برمته قد مات. سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات. أخرجنا به، إما أخرجنا فيه أو أخرجنا بسبب الأمطار فأخرجنا به من كل الثمرات. بعد أن انتهت هذه الصورة أراد النص القرآني والنظم القرآني أن يستغل عملية خروج الثمرات من الأرض الميتة بخروج الإنسان للبعث بعد الموت. قال كذلك نخرج الموتى، فشبه خروج الإنسان
من عالم القبور إلى عالم النشور بخروج النبات في هذه الأرض الميتة تقريباً للصورة ووجه الشبه إحياء بعد موت. الآن بعد كل ذلك تختتم السورة بقوله تعالى لعلكم تذكرون، أي إن كنتم قد نسيتم أن الله هو الذي يرسل الرياح وهو الذي يسوق المياه إلى البلاد الميتة فإنني أذكركم بهذه الحقيقة، فقال لعلكم تذكرون. وآخر قولنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، ورمضان مبارك عليكم أيها الصائمون.